قبل نبدا محاضرتنا اليوم بالنسبه لموقع كود وورز موقع كود وورز ما يخرجش منه برامج كامله يخرج منك دوائر يخرج منك ايش معناها؟ معناها لازم تقيد بالاسم اللي هو حاطه لك، يعني انت اللي تجي تبدا بالسؤال تلقى في البدايه كتب لك مثلا ديف فاين سمولست نم واعطيك هنا مثلا هذا يقول لك شنو؟ راي هنا شنو؟ أعطيك هنا تعريف الدالة، باهي هذايا ما تنساش، تغير هذايا تكتب شنو يقول لك؟ يقول لك اسم الدالة ما لقيتهاش، باهي بالتعريف اللي حاطه فوق خليه يسموه عندك المتغير هون هذا المدخل مرات في أكثر مدخل يعني على سبيل واحد السؤال الأول كان مدخل واحد اللي هي مدخل طيب تدير برنامجك هنا طيب بعدين في الأخير تقدرش تقوم تطبعها الأخير شو الدالة كيف بترجع النتيجة شو هي تدير بالدالة إذا بدك واحد يحطه في اعتبار احنا لازم نقول المحاضرة دي في برامج كاملة جاوبتها على اساس ان كود كامل يعني اسبوع يعني ما حاولش ياخذ فانكشن بس هو فانكشن وبعدين كيف يعرف هو الحل بتاعك صح؟ باهي حاط هو زي ما نقول مجموعه من الاختبارات باهي انت عنده تقريبا السؤال هنا 400 اختبار باهي يجي مثلا الاختبارات 3 1 2 والناتج 1 ياخذ الداله نتاعك انت اللي كاتبها يعطيها المصفوفه هي ويشبه الناتج اللي انت طلعته لو مطابق للناتج نتاعه هو صح لو مش مطابق خطا اي اختبار يطلع فيه خطا يقول لك خلي الداله غير صح يعني هذا النقطه الثانيه المجموعه على مستوى راديو مش اي اتفاق طيب حابب تستغلها ممكن تدير حتى اذا مجرد مشارك المجموعه طيب اللي يسال سؤال واني حسيت انه هو مفيد واني حسيت انه هو مفيد اذا نقول نعطي درجات مشاركه واللي جاوب اكيد نعطي مشاركه طيب درجات مشاركه نوع من التحفيز نرجع للدروس الثانية. لا. نديرو مراجعة بسيطة. في أي لغة برمجة تقال أول حاجة كتاب هلو وورد. هاشتاج
بعد ذلك يتعلموا على الفاريوز والورقة. بعد ذلك يتعلموا الانبوت. هنا مرات يتعلموا الفايلز اليوم نقوم بالفايلز. جو نعتبر شني نديروا الإدخال من الكيبورد والإخراج على الشاشة. باهي مرات هنا النقطة هاي تعلم كيف تاخذ من ملف كيف تعطي لي ملف أو كيف تاخذ من نتور كيف تعطي لي نتور. هذا لو موقع بعد يتعلم على الأوبريتورز. اللوبس ما زالت منهاش وضبط الفلوس بعد ما يطلب الفانكشن لكن هي سببت الفانكشن ذلك خط الواجب الثاني فانكشن ما كملناهاش اليوم من اللوب.
الأمر رينج شنو أمر رينج؟ قال هي دالة ماهي لكن تحفظ في آخر مرة استعملت فيها ماهي يعني لك كيف يجي واحد الرينج هي تاخذ رقم والدالة هي باهي كل مرة ترجع لك رقم باهي وتبدأ من الصفر باهي ترجع لك الأول صفر أخلي واحد أخلي اثنين ثلاثة أربعة خمسة لين توصل تسعة عشر لين توصل لي التسعة بعتري شنو الدالة تقول أنا خلاص كملت اللي عندي بتلو واحد شنو اللي مثلا اللي فلان مثلا هاي دي هنا ها خلينا حدين بشوف الأسكار في بعض صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا الرينج هي تأخذ في أكثر من برامتر ما هي ممكن تعطيها مثلا واحد فاصل عشرة ولا زيرو خمسة فاصل عشرة هنا شنو بدل ما يبدأ من الصفر يبدأ من خمسة دي رقم اثنين شنو يبدأ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة طيب وتقدر حتى نقطة ثانية توازي قداش ستيب بتاعك قداش ينقص خطوة طيب قول ثلاثة خطوات ثلاثين أنا كل ثلاثة طيب هنا يبدأ من خمسة يمشي الثاني ويمشي ثلاثة خطوات معناها يقول لي ثمانية ويقعد يستمر لحد مثلاً كونتينرز ويلف عليهم في نفس الوقت ما هي قول عندك الليست الأولى طبعاً سوء سمواش الليست سمواش الوقت ما هي قولوا مثلاً قولوا مثلاً درجات نصف يعني مثال بتاع طلبة خمسة وثلاثين عندك مثلا درجات النهائي مثلا ما هي تبي تدير فور لوب تخدم عليهم الزوز في نفس الوقت شنو تدير؟ تدير فور ودير هنا عنصرين ما هي element 1 element 2 n بعد تذكر هي تاخذ الزوز الواحد والاثنين مثلا تبي الناتج بتاعهم جاي هنا مش موجود عندنا الصفحة.
الأول شو بدي أقول؟ في قصة لنا لو نديره مثلاً ريزلت تساوي إليمنت 1 زائد إليمنت 2 شو يصير في البرنامج هون؟ نديره مثلاً ريزلت شو يصير في البرنامج هذا؟ ما هي؟ هنا كان بياخدها مزوز الـ1 والـ2 وزي ما نقول بلف وفي كل لفة إليمنت واحد ياخذ العنصر الأول من الواحد إليمنت 2 اللي هو الأربعة بعد ذلك يجمعهم بيحطهم في الريزولت صحيح المشكلة وين؟ ما مش مبين أنه مصفوفة ولا لا مش مبين فهنا بيعتبرها رقم يبقى يغير فيها كل مرة يبقى فالأخير شنو يطلع الناتج هو بس بيعطيك هاي 62 62 شنو الحل ده هنا باش نقعد نخزنه في القيم تحهم نعرف الريزولت على اساس انه نعرف الريزولت تعرف في البدايه ريزولت ان هي ليست ليست فاضيه وفي كل خطوه في امر يحط الناتج في الاخير باهي امر هو اسمه ابند الناتج الأول يحطه في الأخير بعد ذلك يجي في اللفة الثانية يطلع الناتج الثاني يحطه في الأخير فشو يصير؟ تطلع مصفوفة النتائج 35 و 40 75 30 و 33 و 63 62 شو يصير الأبن؟ الأبن تأخذ العنصر ويحطه في الأخير على سبيل المثال على سبيل المثال هذه مصفوفة فصلها 5 7 6 هاي المصفوفة بتاعك منها مثلا x اديني مثلا x dot append 4 بعد الخطوة هي المصفوفة شنو اللي شكلها 5 7 6 4 حتى هذه كثير تستعمل طبعا تقدر تديروا حتى اكثر من زوز يعني تقدر ثلاثه اربعه بدون ابند يعني شو بيطلع في الاري كان ما عندناش ابند تكي يساوي ضغطوا نفس الناتج الاول ينحي تعريف المصفوفة السابق ويعتبر يديرها انتجر علاش هذه هي طبعا كان يديرها هي في السي بلس بلس شنو طلع لك ايرور يقول لك شنو تعين في انتجر لمصفوفة لكن فارق ثاني سايبك يقول لك يلا انتجر لو تبي ري خليها ري تو تبي انتجر خليها ري باشمهندس لو كانت في الامر زد لو كانت في لست أطول من لست يقعد يلف ولا يوقف خلنا نجربها ياخذ على القصيره في هذا في اكثر من كونتينر مثلا ثلاثه كونتينرز ياخذ عليه اقصر واحد element 3 اوكي 3
يقول إن شنو يصير في البرنامج هذا؟ المفروض يجمع الزوز الأولاد بس ويحط الزوز نتائج. مع أن الأخيرة من استعمل مشتوها. لكن أخذي على أقل واحد. كيف يبدأ في دالة ولا حاجة زي نقول أنت ما تبيش تستعمل قيمة تاعها قيمة أندرسكور. شو من ديرو؟ في مجموعة من الدوائر خاصة بي في الليست بتاع النوع نتكلم عليه الدوائر أو الطرق اللي خاصة به الليست. عرفنا كيف نكون ليست عن طريق الواسطة الأربعة. وعرفنا كذلك كيف نديرو أكسس. كيف توازي عنصر من عناصر الليست. لكن مثلا اشبه التفصيل كيف تاخذ مجموعه من العناصر. على سبيل المثال لو نبغى ناخذ العنصر الاول شو نديرو؟ شو نكتبو؟ لو نبغى الخمسه نبغى نديرو عمليه على الخمسه شو نديرو؟ لو نبغى العنصر الاخير ثلاثه ونص سالب واحد يعني في طريقه ثانيه يا اما هنا صفر واحد اثنين ثلاثة يا اما دير ثلاثة او سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب اربعة فالعنصر الهدية هدية سالب واحد لو تبي مجموع مثلا العنصرين الاولين تبي العنصرين الاولين شنو ندير؟ تستعمل نقطتين هما نقطتين يقولوا سلايسين سلايسين هي نقطتين وتبي تاخذ العنصرين الاولين شنو ندير؟ تقول ايه أنا داخل كل العناصر اللي قبل الاثنين هذه اثنين داخل العناصر اللي قبل تبي تاخذ زوز الأخيرات واحد سلاسل
ديرها بالعكس دير الرقم لا ثاني واحد بتاخذ اثنين ثلاثة عندك اثنين ثلاثة انا واحد لا اثنين في الواجب لو تبي في رينج معين شن دير دير على الرقم نفسه لو تبي رينج معين مثلا تبي واحد اثنين بس أو تستعمل السالب صوت الكلام فصل 5 العدد نفسه خاش على فرنت كان بخصوص وسطيات معناه واحد دكتور بكان نبي مثلا الثاني وال مثلا الثاني والاخير هكي بسلايس واحده وصلت عرش هل تنزاق بالنقطتين ولا لا في أمر لن LEN هذا شنو أكثر هذا وظيفة يرجع لك عدد العناصر الموجودة في المصروف يعني شنو شنو يطلع لك؟ أربعة ما هي؟ عندك دالة الرينج ودالة اللين أصحاب لما يجوا مع بعض علاش؟ كيف أنت تدير فور؟ ما هي؟ رينج شو بدي لك هذا؟ هذا يقول تاخذ في ارقام
لحديت ما توصل لطول طول المصفوفة تمشي طول المصفوفة تمشي على طول المصفوفة لكن هنا ما تلفش على العناصر نفسه هنا ترجع لك صفر واحد هنا تبني الفنت شين دير برنامج هنا هنا يلود عليه صفر واحد اثنين ثلاثة ويطلع قيمة تحو في أمر مكافئ له مرزوس اسمه إنيموريد أمر مكافئ لكن يرجع لك الزوز هاي فاصلة هاي حتى هذه جنريتر تاخذ لست ولا كونتينر وترجع لك حاجتين ترجع لك العنصر نفسه وترجع لك العدد الرمي يطلع لك نفس الشيء نفس اللي موجود فوق نفسه فتلقوه مصوص مستعملة في اللي استعمل في arrangement وفي اللي استعمل في عكس الأبند، الأبند شنو قلنا دير؟ تأخذ حاجة وتحطها في الأخير، تحطها في البداية. بوب هذه تطلع من الأخير. ينقص طول الصفة، يعني الصفة نفسها طول. زي البوب و وش؟ شو متوقع يصير كده؟ شو بيطبع له؟ آخر في زوز برينت الأول يطبع العنصر اللي طلع فبيطبع 3.5 والثاني اللي فضل هي 5 نوريه مش نقدر نعبر شنو هي مش عارف تاخذ نقدر نحطوها ملي من حاجه هي البوب في الاصل تاخذ فيه نقص واحد لكن مثلا تقدر تديرها صفر هنا يتنحى العنصر صفر ما هي شنو يغير النتيجة هنا مفروض الخمسة يتنحى خمسة نفضل نوري نوري بس لا لا لا
بكريك البوب الثاني ناخذ له البوب هي ناخذ 5 على الأولى هذه حددت شنو حددت شنو اللي نحن نقدر نعطيه رقمين نفس الوسائل بالضبط نفسه ثلاثة كندكس أنا شنو قاعد البوب accepted at most one organ تأخذ بالكثير الريفرس من اسمها تقلب العناصر متاع الرسم زي ما يقول انا كان في ترو هي كانت هنا نوري ترو تبدا ترو نور دكتور في البوب تقدر تنحي اخر قيمه واي قيمه انت تختار بالضبط لكن في الاقيم تقدر تضيف قيمه مثلا تختار مثلا نبي المنت 2 تضيف قيمه يعني سترايك انسرت انسرت يعني قول وين تبي شنو هو العنصر يعني قول نبغى في مكان الواحد ونبغى نضيف عشرة من الاندكس نتأكد هل الأكل نفسه هي تمشي لا الأكل ما فيهاش إندكس وتو هذا يضيف مش يدير ريبليس هذا يضيف كم يدير ريبليس فيش ثلاثة الريفرس حتى ايش انت ده شي نعبي فاست الريفرس المواصفات اللي اخذناها بتوع كلها احادية الابعاد لكن هناك زي ما نقول كيف تنتقل الى بعد ثاني وثالث واحد مش مشكلة كبيرة طب دكتور ريفرس تقلب العناصر كلها مثلا كان فيه ثلاثة تو كان فيه ثلاثة بترد الاول كان مكان الاول والاخير ينقلب الوسط يقعد في النص
شكل الطباعة مرات ما يساعدش هلبا. ما بالنسبة لي الصفوف مش شرط نفس الطول، ها ممكن تكون هي عادي يعني مش مشكلة، يعني مش مشكلة. واحد توي إلى هنا بي أوف واحد ليش مثل الله بياخذ الصف الثاني كله، الصف الثاني كله يعني عندنا واحد كان صفر الصف الأول، وكان تبي مثلا العنصر الثاني يعني عشان بدي القواس الثانية صفر يطلع يطلع صفر. مثلاً لو هي في واحدة مثلاً الصف الثاني الصف الأول العنصرين الأخيرين يعني صفر العنصرين الأخيرين اللي هي واحد و نفس القواعد بتاع البعد الواحد تنطبق عليه البعدين باهي، غير يحط في عين الاعتبار ان القوس الاول خاص بالسطوح، القوس الثاني خاص بالموقع في الصف الاخر، يعني تنتقل حتى زي ما نقول 3 4 5 نتكلم على حاجة اسمها مس كومبريهنشن. كيف ممكن يكون الكود نتاعها؟ يعني نسميها تساوي بعد ذلك يقول 4 in range 20 or 21 بعد ذلك يقول كان الشرط متعطرش موشي رأيت الكود هو كلها هدايا في طريقة مختصرة في كتابته هنا هنا تقول إيفن تساوي تفتح واس وهي هي
السطر هو يعادل سطور هذا كله. طبعا 21 انت كيف تكتب برنامج تقدر ايش مو هذا، لكن لو بتقرا برامج اخرى هي يستعمل فيها. دير مصفوفة وقاعد مصفوفة هاي تديروا حتى عملية يعني مثلا ما بياخذ لا يضرب يعني بيضرب الألم تكون خمسة مرات هني في عملية صفر عشرة عشرين فتاة هنا دينا فيها ضرب وبقى قسمة واحد. لو واحد بيدي المصفوفة هي قطول بكل بساطة يعني بدون شرط رقم فيها شوية صفر زائد عشرة ها؟ يعني بقول لسه كومبريهنشن الرانج نحدد من البداية والنهاية وستب بالضبط. أنا عشان نقول مثلا نقول I 4 I in range، والرانج ممكن نستفيد من الخصائص نتاعها البداية النهاية النهاية 100 وستب 10 وستب 10 100 في همر لست هذه تاخذ مثلا ذات ستراكشر ثانيه ويحولها للست وهي مقدوره، فهي واحده من الحاجات اللي ممكن تحولها للست. Thank you.
بس تو خلينا نتكلم على التعامل مع الملفات. هاي تعامل مع الملفات. قول أنت تبي تقرأ ملف. ملف خلصي. هذا ملف النص، هذا الملف مضبوط مقروء. هاي مستقرأ الملف النصي. أول حاجة تبي تعرف فايل هاندلر. شو فايل هاندلر؟ تبي متغير يتعامل مع الملف هذا. كيف تعرفه؟ هذا جيت فايل يساوي اوبن، بعدين جيت اسم الملف. فاهم؟ لو انت موجود في نفس المجلد تكتب الاسم مباشرة زي حالتنا هذه. لو مش موجودين في نفس المجلد بتدير الباث متاع من البداية لي وين الوصف library كاملة مثلا C مش عارف الفايل هذا تبي تقول له حتى ما هي. هل انت تبي تقرا ولا تبي تكتب؟ يعني احنا نبغى نقرا. ايش نقول؟ ريد. وش تقرا؟ رايت. ما هي في خيارات اخرى ولا هو مطلع حاله؟ في خيارات أخرى اللي هو read و write، وفي execute اللي هو كان تبي نفذ. مو مخلين عليه ما لا عشان ندير تاخذ ملف هون وتخش عليه حلقة صار. في الأول فتحنا الفايل هاندلر، مع تالي الفايل هاندلر يبدأ يقرأ من الملف سطر بسطر، فممكن تستغلها باش تخشش على فور لوب، مع تالي تبدأ تطبع ولا مش هتطبع، ممكن تدير أي عملية تكتب ولا وبعد ما تكمل الملف شنو تدير؟ تسكره. أهي عرفت تسكره باش لو في برنامج تاني بيستعمل الملف يقدر يستعمله. إذا أنت كيف دي الأوبن تحجز فيه. هو كان تم البرنامج يسكر بروحه. دي في كلوز بروحه. لكن لو البرنامج بتاعه قاعد يشتغل خلاص أنت حاجز الملف. ما يقدرش ياخذه من قبل. لو كان العكس نبغى إحنا نكتبه. في نفس القصة الأرض تدبلي من التستثمين يعني نديره دبليو ومع ثاني طبعا هنا بتلوكش على مثلا تبي تكتب انت file.write
كتابه لازم يكون سترينج. اي ايه تحول الى سترينج ولا لا؟ وخاصه ترو فولس. اديله نص وخلاص. بدير رن. شو بدير؟ بيكون لك الملف. ايه تجي تفتح الملف بتاعك تلقى خزن الحاجات دي. ايه تلاحظ انه ما فيش سطر جديد. كده دير واضح القراءة والكتاب المكتاب. آخر حاجة بالنسبة اليوم حاجة فضلناها من الدواء اللي هي نجمة قارس نجمتين نما هذا قول انت عندك دالة اسمها او شو هاي ما تعرفش عدد المتغيرات اللي هنا ما تعرفش عددهم هاي في الحاله هذه دي النجمه طارس هاي هنا الارجيونز اللي يجوك من الاستدعاء يحطون لك في مصفوفه هاي يحطون لك في مصفوفه بعدين انت تقدر تتصرف بها. وهنا شنو يصير؟ كان ادير هنا مثلا برنت فان دير برنت فان بس هنا شنو بيطلعلك؟ بيطلعلك صفر علاش؟ خلينا نتبعوها صفر. كيف يوصل الفور فهي والارب زي بقى عن لست فاضية ينكزها بكل بساطة هي انا شو ندير رجالي الصفر لو دلنا فن مثلا واحد شو ترجع لنا هذه هنا الارض سيكون فصلها واحد بس تمشي تعطيها الواحد يجمع صفر مع الواحد يرجع واحد اثنين ثلاثة أربعة
انا شني رجعنا 1 2 3 4 5 6 10 كان تلاحظوا في المره الاولى شنو قعدنا نديروا يعني نديروا في ديفولت فاليوز تساوي 0 تساوي 1 باللقطه هي نتاع نجمه ارس شنو تخليه مفتوح تخليها مفتوح تقدر تحط اي عدد تبي فضلت الثانيه بالنسبه لي هي الكيبورد ارس هاي كيف تستنى الداله فن مين وتجي مثلا تكتب A تساوي 1 B تساوي 2 C تساوي ياخذهم ويخزنهم في صورة ديكشنري باين احنا تو نفصل في ديكشنري بعد شو هي هاي نجي هنا كي وورد ارت هاي تلقاها عبارة عن يقول لك الـ A هي 1 والـ B هي 2 والـ C هي 3 بعدين كان يدير له على الكيورد ارس تحط زوز متغيرات ترفع عليهم واحد واحد كانهم زوز مصغرات هذا كيف ناخذ الدكشنري لازم تبان كيف دير رن ما هي كيف
لو بيجي في الدالة هي الفرق بين الدالة هي واللي فوقها هي ما فيش متغير يساوي متغير يساوي متغير يساوي هنا أرقام خمس هنا متغير يساوي متغير يساوي متغير يساوي ياخذ هما باني ويحطهم فصل ديكشنري هنا شنو نقول لك السي هي أحد هي ثلاثة بي هي ثلاثة بعدين كيف تفششهم على فور كيف واحد هاي بالنسبة لهنا شنو بيكم تعرفوا إن هي موجودة هاي تفصيل بتاع ديكشنري هي تحط فصل ديكشنري خلاص هذا هذا مطلوب منكم تو الديكشنري عنده درس خاص بيه هنا يطبع الأولى يطبع الثانية هذا هو بالنسبة لي الأساسية يعني تاع البايثون من المحاضرة الجاية نبدأ دروس جديدة إن شاء الله طيب أول درس هيكون Object Oriented Programming في سؤال قبل ما نكمل دوان ندير لكم جوجل فورم باهي جوجل فورم نطلب منكم زي ما يقول دخل الرابط بتاع الحساب بتاعكم اعتقد اني عندي برنامج متاكد انك انت حددت الاسئله فاعتقد جوجل فورم تنزل لكم اياه هو غير بعد موضوع جدا يعني لما نخش على الجيب كان يبدا عندك عندنا ملف مثل حالات الحماقه